نعم فهد قول لي من بين الحوايج اللي كانوا ميزينك من غير صوتك في البرنامج اللوك ديالك شكلك شعرك ما الا بغينا نهضروا مالكم مع شعره شعرك انا عجبني شعره ولكن بغيت نسولك فهد شنو هي الحاجه اللي ممكن تقطع شعرك على قبلها او شكون هو الشخص اللي يقدر الا قال لك يلا سير قول هي سهله بسيطه جدا لاجمع الجمهور اللي تابعني وقال لي حيد الشعر نحيده اذا انت تحترم الجمهور الا بغى اللي بغى الجمهور دير معاه هو بغاني هكا مادام قال لي حيد الشعر غيبغيني بلا شعر الوغ شي وحده الاهم عندي هو الجمهور شي وحده لا مثلا في علاقه زواج ولا شي حاجه وقالت لك مبينش وبغيتيها مثلا قالت لك مبينش الشروط باش نتهزوا انا وياك في العماريه خصك تحيد شعرك ما اش بان لك انت ودابا سولناك انت من النوع اللي غير شي وحده انا ما عرفتش انا شخصيتك زعما وبرج انا ما كنقول لك زعما واش الفكره ديال انك متشبت باللوك ولا بها باللوك هي اللي تكون تتبغي بحالها تمشي بحال واه ما يمكنش غتكون كتبغيها وكتبغيك وغتطلب منك الطلب لا ممكن ممكن تقول لك تقول لك انا ما عرفتش تقول لك انت حبيب وعرفتي بابا والعائله وهذا وداك الشيء حبيب وهذا ما غاديش يجي حيت هي غيعجبها اللوك ديالي ولا غتبغي دونك انت الجمهور الوحيد اللي خليك تحيد شعرك